بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم وحفلات مهرجان العالمين في نسخته الأولى، والنهارده يعني مع الصوت الشاب اللي الحقيقة حقق شعبية كبيرة جدا وشهرة كبيرة في وقت مش كبير. جمهوره بيعتبره صاحب تيار مختلف وجديد في الأغنية الرومانسية. اسمحوا لي إن أنا أرحب بضيفي الفنان مسلم اللي حاضر وبقوة النهارده في مهرجان العالمين في نسخته الأولى. أهلا بيك ومنور أهلا العالمين. ازيك؟ فرصة سعيدة، مبسوط جدا أنا موجود النهارده معاك. انطباعاتك الأولى عن مدينة العالمين وعن مهرجان العالمين وأنت لسه جاي من تونس، كان عندك حفلة هناك. والله مبسوط جدا بالتجهيزات ومبسوط إن ده موجود عندنا في مصر، إن الاهتمام ده انصب على الصناعة بتاعتنا ونقدر نقدم وننافس الدول العربية كلها، لأن في توجه عام بصناعة المهرجانات وصناعة الحفلات اللي على مستوى عالي، فمبسوط جدا ان ده موجود عندنا في مصر. ازاي شايف النوع ده من الحفلات والمهرجانات الغنائيه يخدم مكان جديد زي العالمين سياحيا؟ اكيد هيخدم، لانه العالمين عامه بتستقطب فئه كبيره جدا من الشعب المصري ومن خارج مصر ومن السواح وما الى ذلك، فالموضوع هيبقى لطيف جدا، اتمنى يكون موفق يعني. مسلم بيشوف نفسه واصل لكل الاجيال ولا الشباب ولا المراهقين؟ والله لسه قبل شويه وانا جاي في العربيه كنت بتشيك كده، لان انا بتابع، لان انا الباك جراوند بتاعتي مهندس، فانا بفهم جدا في الارقام، فكنت ببص دايما ولسه على بتشتغل مهندس ولا خلاص؟ لا خلاص فبتابع جدا الارقام، بستدل منها عن حاجات ممكن تفيدني يعني، فببص على الفئه العمريه اللي بتسمعني، لقيت ان انا موجود الحمد لله في شريحه كبيره جدا بتسمعني من جميع الاعمار، فده بصراحه بسطني الحمد لله. اتنسيت عملت 200 مليون مشاهده تقريبا؟ لا خالص، 450. 450 مظبوط. الرقم ده كان بالنسبه لك ايه وانت يعني كان عندك تخيل ان ده ممكن يحصل مع الاغنيه دي؟ والله صراحه لا، لاني انسان واقعي جدا، والفتره اللي رجعت فيها، لان انا بدات 2011 اول تواجد ليا على بالتواريخ على السوشيال ميديا وعلى المنصات اليوتيوب بتاعي 2016، فكنت من 2016 لغايه 2019 بنزل اغاني وبحاول اني اشوف هويتي الفنيه يعني، وجيت 2019 بعد وفاه والدي اعتزلت وشلت كل شغلي، فكنت راجع ده كان تاني سبب الاعتزال بالظبط، فقعدت سنتين في البيت وبعدين رجعت تاني قبل اتنسيت في ما عادش باقي نزلت، كنت بحاول اشوف منها، لان انا زي ما قلت لك انسان واقعي جدا، ما مهندسين بيحسبوها كويس بالحسبه بالورقه والقلم، فكان تفكيري وقتها وقت ما نزلت ما عادش باقي اول اغنيه بعد رجوعي يعني، لان انا محتاج اشوف الناس اللي كانت بتسمعني قبل كده لسه موجوده ولا لا، لان الصناعه بتاعتنا عامه فيها تشتت كبير جدا، وكل كل يوم شويه في جديد واحد في بيطلع السوق ده. وبعدين بينزل، فانك تلاقي حد بيسمعك وبيحبك وبيأمن بيك وهيستناك، دي كانت صعبه، فلما نزلت ما عادش باقي لا لقيت ان الموضوع لذيذ. بعدها نزلت اول فيديو كليب اللي هو قبل ما اصلك، برضه لقيت الفيدباك حلو جدا، كانت بدأت وقتها افتكر كانت وصلت 5 مليون، دلوقتي 35 ان شاء الله يعني. ما شاء الله. بعدها بقى كانت اتنسيت وكل اللي في قلبي، الاغنيتين في المعرضتين. طب محضر ايه للناس النهارده في المهرجان؟ ومهرجان العالمين فيه مفاجآت كتير على الستيج على طول، انت محضر ايه النهارده لجمهورك؟ والله للاسف ما سعفنيش الوقت ان انا احضر كويس للحفله، يعني انا جاي اصلا بقالي 3 ايام ما نمتش من تونس، كان عندي مهرجان الحمامات الدولي فلأول مرة زيارة ليا في تونس وكنت مبسوط جدا، فللأسف ما سعفنيش الوقت، لأن أنا دايما معود الناس اللي بتحضر لي حفلات إن في حاجة جديدة، أوقات بيبقى في موال مثلا ممكن أنا اللي كاتبه وملحنه وبغنيه في الحفلة، ده زي إيه؟ زي رزق اللي بيحضر يعني، فاهمة قصدي؟ فللأسف الحفلة دي حتى التنظيم بتاعها بالمسطرة يعني، فهماني؟ فكل حاجة على القد، فهنغني كل الأغاني اللي عندنا بإذن الله، وفي أغاني جديدة نزلت ما كانتش اتغنت قبل كده في حفلات في مصر، فهتتغنى بإذن الله النهاردة، ويا رب إن شاء تعجب الناس. جود لك، وإحنا مبسوطين إحنا كنا معاك في الباك ستيج قبل ما تطلع على شكراً. ستيج، إن شاء الله يعني تكسر الدنيا مسلم. يا رب. شكرا جزيلا ونورت العالمين.